طيب كابتن محمد، انت راجل انت كنت طالع مع الاسيوطي ولعبت البيراميدز كمان، ولعبت البيراميدز اللي هو ايه في الوقت كمان اللي بيراميدز ده كان مليان فلوس، اللي كل اللعيبه دلوقتي عايزه تروح، كان وقتها عايزه تروح بيراميدز، تقول لك اعدي من جنب بيراميدز. فطبعا انت عديت على مرحله المبالغ الطائله والكبيره ديت، كل عرب من الانديه اللي ما بتدفعش ارقام كبيره، ده ما بيبقاش مثلا يعني بيوتر اللعيبه في الملعب، بيحسسهم طب ما انا بادي احسن من اللي جنبي دوت اللي بياخد 10 و20 و30 مليون جنيه وانا باخد ممكن 2 3 مليون جنيه، ده ما بيعملش مشكله في الفرقه؟ والله يا كابتن كريم الموضوع ده اللي انت بتتكلم فيه مظبوط فعلا 100%، بس المجموعه اللي موجوده في النادي المقاولين دلوقتي احنا كمجموعه احنا بنفكر ان احنا نعمل حاجه بعيد عن الفلوس. الفلوس كده كده بتيجي، سواء انت خدت دلوقتي خدت بعدين، كده كده الفلوس، انت طول ما انت كويس وبتحقق نتائج كويسه الفلوس هتجيلك. صح. والكابتن شوقي معودنا بصراحه بموضوع الفلوس ده، انتوا اعملوا اللي عليكم وانا هقدر اتصرف لكم في موضوع الفلوس ده، والفلوس هتاخدوها ما فيش حاجه هتروح عليكم. بصراحه النادي المقاولين ما فيش اي حاجه فلوس بتروح عليه، يعني اللي انت اتفقت عليه بتاخده، بس يا انت عارف طبعا الفتره دي الفلوس فيها مشاكل في الانديه كلها. طبعا. والانديه كلها فيها ازمه. لكن احنا اللعيبه اللي موجوده بصراحه موضوع الفلوس ده مش مأثر علينا خالص. هايل. احنا مجموعه عايزين نعمل حاجه بصراحه. الكابتن موصل لنا النقطه دي ان احنا لازم نعمل حاجه. والحمد لله احنا بجد عاملين حاله كويسه جدا في الدوري السنه دي، وان شاء الله نكمل عليها باذن الله في الفتره اللي جايه باذن الله.